في حكايه كده انه انبي عايز يلعب سوبر الابطال، وزي ما قلت لحضراتكم من كام يوم بحسب ما اعلنت او اعلن اتحاد الكره رابطه الانديه انه اللي هيشارك في سوبر الابطال مع الاهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا هو انبي لو وصل نهائي كاس مصر، يعني تخطى الاهلي في نصف النهائي ووصل نهائي كاس مصر، ولو انبي ما قدرش يوصل لنهائي كاس مصر يلعب فيوتشر رابع الدوري، هو رابع الفرق في سوبر الابطال. انبي مش عاجبه الحكايه دي، نفهم اكتر من الاستاذ ايمن الشريعي رئيس نادي انبي. استاذ ايمن مشرف ومنور. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ اتفضل. تمام الحمد لله. اتفضل يا فندم. هو بس مش انبي مش عاجبه. انبي اول الطايعين. هايل. بس انبي اداره انبي بتشتغل بمعايير. ولازم لما نيجي نتكلم في حاجات تناقش العقل. صحيح. انا مش عايز ولا انا رافض ولا هو كده، لا خالص. هو الموضوع بسلاسه ان نادي انبي وصل للمربع الذهبي في كاس مصر. صحيح. اربع فرق. صحيح. وفيوتشر وصل للمربع الذهبي في الدوري. مظبوط. اربع فرق. صحيح. كاس السوبر اصلا الكونسبت بتاعه من الاول ان لازم حد بيمثل دوري وحد بيمثل كاس. صحيح. هو سوبر عشان كده. صحيح. فالنهارده في كاس مصر الاهلي بغض النظر كسب او خسر، الاهلي اول الدوري فبيمثل السوبر. وبيراميدز ثاني الدوري فبيمثل السوبر. دول اللي من الدوري. دول الفرقتين من الدوري. خلاص. صحيح. بما عندي انا في الكاس الثالث الزمالك، والزمالك وفقا لبيان الاتحاد تم حرمانه من التمثيل في السوبر. صحيح. فانا مش محتاج ان انا اكسب الاهلي، انا اللي بمثل بغني ان انا موجود في المربع الذهبي. مظبوط. طيب الناحيه الثانيه، تفضل الاستاذ الحاج عامر حسين طلع ببيان وقال لا، اذا انبي خسرت من الاهلي فاحنا فيوتشر اللي هيطلع يمثل في كاس الرابطه، في كاس السوبر. انا بالنسبه لي الكلام ده انا مش مستوعبه، مش عشان حاجه. هو دلوقتي احنا في المربع الذهبي وفيوتشر في المربع الذهبي. كل التقدير والاحترام لنادي فيوتشر برئاسته بحبايبنا، وطبعا مفيش اي حاجه، نتمنى لهم كل خير. انما بالمعايير اللطيفه اللي بتشوفها، انبي في المربع وفيوتشر في المربع. بل بالعكس، ده انبي اللي خرجت فيوتشر من الكاس. فالاقي ان انا لما اخسر من الاهلي اللي مش هيغير اي حاجه من خروجي من المربع، لان افضل في المربع. وفيوتشر ترتيبه زي ما هو، مش ثالث مثلا، فليه افضليه. بل بالعكس، الافضليه الانبي. الافضليه الانبي لانها بتمثل الكاس، والافضليه الانبي انها طلعت فيوتشر من الكاس. فانا لما الاقي ان انا اذا خسرت من الاهلي فيوتشر اللي يطلع، ده بالنسبه لنا كلام مش منطقي، ملوش معيار. فلما اقف ما اعرفش اقول للاعيبتي ايه اللي اجتهدت وصلت للمربع الذهبي، وفيوتشر الناحيه الثانيه وسط مربع الذهبي. ففي كلام كده، يعني في كلام مش، يعني انا مش مستوعبه فقط لا غير. احنا مش بنقول احنا لازم نطلع، احنا هنطلع اطلاقا. احنا بنعرض وجهه نظرنا المنطقيه اللي بتخاطب العقل. حلو. ده كلام. اتفضل. ولو في كلام منطقي اكتر منه، يا ريت نعرفه عشان نتعلم. طيب. ما عندناش اي مشكله. هل في هذا الامر خطواتك رسميه ولا هي خطوات اعلاميه؟ يعني هل اتكلمت او بعت مخاطبات رسميه تسال؟ هل طلبت مشاركه انبي في البطوله ولا لسه انت بتعرض الكلام دوت اعلاميا؟ لا، انا بعت لا اعلاميا ازاي؟ انا بعت خطاب رسمي للاتحاد، وبعلن رسمي رفضي لفكره المعيار بتاع ان انا اكسب الاهلي علشان امثل السوبر. موافق ان انا اكسب الاهلي، موافق عشان اطلع السوبر، اذا كان في مقارنه الناحيه الثانيه في كاتيجوري اعلى اللي هو فيوتشر في ثالث الدوري. تمام. انما احنا الاثنين في المربع. ما تجيش تقول لي الكاس ملوش ترتيب والدوري ملوش ليه ترتيب، ده كلام طبعا يعني انا بالنسبه لي مش مستوعبه. ده غير ان انت على حسب كلام حضرتك انه كده السوبر لو انبي ما كسبش الاهلي، السوبر مش هيبقى فيه حد ممثل من كاس لا مصر. لا، ده السوبر كده هيبقى فيه ممثل ثلاث فرق من الدوري وواحد كاس الرابطه. فرقه من، وانا شايف ان الكونسبت اصلا اللي طلع عليه تسويق بطوله السوبر
انها بتمثل كل البطولات المحليه اللي موجوده في مصر. صحيح. فهو مين اللي بيمثل الكاس في البطوله دي؟ هتلاقي اللي بيمثل الكاس في البطوله دي فيوتشر اللي طلع بدل انبي. اللي انبي اصلا طلعته من الكاس. فتلاقي نفسك دخت يعني مش صح. مش عارف ايه اللي بيحصل. صح. طيب يعني كل التوفيق ليكم، انتوا بصراحه اداره محترمه يا استاذ ايمن، وعندكم دلوقتي كمان فرقه محترمه جدا، حتى لو البدايه مش احسن شيء، بس انتوا انهيتوا الموسم، وانا كنت بتكلم مع الكابتن تامر مصطفى في فتره وكان معايا ضيف هنا، وقلت انه ما كانش ينفع يشتغل الشغل العظيم دوت الا لو اداره بتعرف تساند وتعرف تدعم بشكل محترم جدا. البدايه السنه دي مش احسن شيء، بس انتوا عوايدكم الصبر، صابرين على الكابتن تامر وصابرين على الفرقه. هي البدايه مش احسن شيء ولا حاجه. هي نادي انبي ليه ايدنتيتي مختلفه. نادي انبي دايما بيسعى للتطوير، والتطوير بيحتاج ان انت تصبر وتتحمل الخسائر وتتحمل الضغوط. احنا اول ماتشين كان بيلعب في الماتشين دول سته من قطاع الناشئين لانبي. احنا مواليد 2001 2003 كانوا بيمثلوا اكتر من نص الفرقه. ممتاز. ودي الايدنتيتي بتاعت انبي اللي احنا مصممين عليها. وبنيجي اخر الموسم يقول لك انبي باع بكذا. انبي باع بكذا مش من فراغ. انبي باع بكذا لقوه التحمل واستيعاب التطوير واستيعاب مشاكل الولاد واخطائها لغايه لما بنصلحها. وده دي شغلانه صعبه. بيتحملها تامر وبيتحملها الاداره وبيتحملها كل اللي قايمين على الكوره في النادي. صحيح صحيح. انا بصراحه بحييكم استاذ ايمن الشريعي رئيس نادي انبي، بصراحه اداره محترمه، جهاز فني محترم، لاعبين موهوبين، وبصراحه برضو عشان ابقى امين معاكم يعني هو ده النادي الاستثماري، انك تبدا تطلع لاعبين موهوبين، تبدا تطلع شباب، تبيعهم، تكسب، تعرف تشتري لعيبه ثانيه، تعرف تصرف على قطاع الناشئين عندك، عشان بعض الانديه اللي بين قوسين بيتقال عليها انديه استثماريه، لما تيجي تساله تقول له هو انت بتطلع لعيبه ما بتبيعهاش ليه؟ يقول لك لا لا انا لن استغنى عن اي لاعب، انا لن ابيع اي لاعب، ما فيش كده، ما انت اصلا نادي مداخيلك بتجيلك من البيع والشراء والتفاصيل دي كلها. طيب